برنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدين. معنا في هذه الحلقة سماحة المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. مرحبا شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله مرحبا بك، أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك شيخنا كريم. ننوه على الإخوة المشاهدين وكذلك المستمعين على أرقام هواتف البرنامج 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. يمكنكم أيضا التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك، كما ننوه أيضا بأن هذه الحلقة تبث صحبة قناة النبأ الفضائية. نجدد الترحيب بك شيخنا الكريم، ولعلي أبدأ بسؤال لأحد الإخوة المشاهدين عبر رسالة لصفحة القناة، وهو فرج علي الرفاعي بعد التحية. يقول بعد التحية، يقول سأل أحد المشاهدين في حلقة سابقة من البرنامج فضيلة المفتي عن الحكم الشرعي بخصوص سحب النقد من آلة السحب الذاتي بالبطاقة المصرفية الخاصة بمصرف الوحدة، وعند سؤال المفتي للمشاهد هل يتقاضى المصرف عمولة نظير ذلك، أجاب المشاهد لا، وبالتالي أجاب فضيلته بجوازها شرعا. لكن في حقيقة الأمر أن العملية تتم كالتالي: يستطيع زبون مصرف الوحدة سحب 100 دينار نقدا من آلة السحب الذاتي باستخدام البطاقة المصرفية، ثم يقوم المصرف بأخذ 5 دينار عمولة من رصيد الزبون عن كل 100 دينار قام الزبون بسحبها نقدا عن من الآلة بالبطاقة. عليه أرجو إعادة السؤال على فضيلته لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل شيخنا لو تفيدونا بالإجابة. ماهي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزمة السيولة فتحت علينا أبواب جهنم، فتحت علينا أبواب الربا، فتحت علينا المعاملات الفاسدة، فتحت علينا الحرب مع الله ورسوله. هذه المعاملة بهذه الصورة التي صححها هذا السائل الكريم هذه لا تحل شرعا، ويتبين منها أن هذه البطاقات ليس الغرض منها إلا الصرافة، إلا التغلب على مشكلة السيولة. الناس المواطنون لا حول لهم ولا قوة، استكردوهم ومنعوهم من أموالهم، أموالهم موجودة في المصارف لكن لا يستطيع أن يصل إليها، فماذا صنعوا؟ اخترعوا لهم اختراعات شيطانية، اعمل بطاقة سداد، اعمل بطاقة تداول، اعمل كما ذكر السائل بطاقة مصرف الوحدة. يعني لما يعني أخذ من حسابي بطاقة بألف دينار وإلا كما هي، وأسحب بها 100 دينار ويأخذ مني 5 دينارات، بربكم هذه 5 دينارات مقابل ماذا؟ أليست مقابل الصرافة؟ أليست مقابل أنك تحول لي من مالي اللي هو لا أستطيع أن أتوصل إليه بالنقد، تحوله لي نقد سائل؟
هذا هو فقط من أجل هذا هو فقط الذي أخذوا من أجله هذه الخمسة دينارات، لأنه لو لم تكن هناك هذه الأزمة الشيطانية، هل من ذهب إلى مصر الوحدة ليصرف 100 دينار من حسابه على الشباك هل يأخذون منه شيء؟ لا يأخذون منه شيء، يعطونه مجانا. السحب معروف في المصارف في ليبيا وفي قبل هذا الوقت وفي كل مكان، لما تسحب من حسابك ما في حد يأخذ منك أي عمولة. لكن الآن لأنه لا يتمكن لا يقدر أن يتحصل على النقد من الشباك، اخترعوا له هذه البطاقة وقالوا له كل ما تسحب أنت 100 دينار نأخذ منك 5 دينارات. هذا استبدال، هذه صرافة، صرافة من حسابه. ما يقولش واحد هذه ليست صرافة زي ما يتكلموا ويقولوا لو أنت أودعت ولا سلفت شخص 100 دينار شيك ورده لك بعد ذلك نقدا ليس في ذلك شيء. أقول صحيح تلك المعاملة ليس بها شيء، لأنها سلف مبنية على السلف ورد السلف، والسلف يرد بعينه أو بمثله لا حرج في ذلك. لكن هذه معاملة ليست سلفا، وإنما هي المقصود منها استبدال يعني عملة ورقية نقدية بعملة أخرى لا تتحصل فيها على العملة الورقية، إما صك وإما سميه ما شئت، لا تستطيع أن تتوصل إليه إلا إذا دفعت مالا. فهذا المال حرام لا يجوز، هذه المعاملة لا تجوز، توقفوا عن هذا العبث وعن هذا الظلم وهذا الحرب لله ورسوله. حتى لو كان يعني بيقول يعني بناخذ يعني بناخذ أجرة مكينة ولا أجرة كذا، نقول له ما الداعي، ما الذي أحوجه إلى هذه البطاقة أساسا من أجل يصرف 100 دينار؟ لماذا لا تعطيه 100 دينار من الشباك وتخلصه من وجع الراس؟ لماذا تخترع له هذه الاختراعات؟ أنت تبي بطاقة وناخذ منك 5 دينارات ونعطيك من حسابك؟ هذا ظلم، هذا ظلم، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا عبث، هذا فساد لذمم الناس وهذا فساد لأموالهم. فهذه المعاملة بهذه الصورة بهذه العمولة لا تجوز. لكن أجبتني في المرة الماضية قلت لو كان المصرف الوحدة ما يأخذش في عمولة فلا حرج في ذلك، بينه يعني يعطيك بطاقة وانت البطاقة ما يسحبش من ما يخصم منك شيء فيها لو انت سحبت نقدا. لكن لو انت اشتريت بهذه البطاقة من التاجر، قال التاجر يخصم مني 25%، خصم التاجر 25% هو طبقا للقواعد حلال، لأنك أنت تشتري يعني بصك ولا بالنقد ولا بيصوى من الصور مقابل سلعة، والمال والنقد مقابل سلعة، السلعة تستطيع أن تبيعها يعني ابتداء تستطيع أن تبيعها بخمسة ولا تبيعها بثمانية ولا تبيعها بعشرة، إنما البيع عن تراض. لكن أقول للتجار هذا استغلال قبيح ذميم، اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في أحوال الناس وفي ضعفهم وفي ذلهم، لا تزيدوهم ظلم على ظلمهم وذلا على ذلهم. السلطات المسؤولة سواء كانت في الجهات التنفيذية ولا في المصرفية المالية تذلهم وتقهرهم وتمنعهم من أموالهم، وأنتم تزيدون عليهم الحمل وتزيدون عليهم الكيد وتزيدون عليهم المعاناة. فعليكم أن تحسنوا معاملاتهم، وإذا كان يعني إخراج الشيك بالنقد يكلفك مبلغ من المال فخذ مقدار ما يكلفك، ولا تستغل ضعف هذا المسكين وهذا المظلوم. وهذه المعاملة تعطينا مؤشرا آخر، يعني عندما تأتي ببطاقة مصرف الوحدة يخصم منك التاجر يخصم منك 25%، وفي من يقول حتى أكثر توصل حتى إلى 40% ببعض السلع. هذا يعطينا مؤشر لماذا عندما يستعمل الزبون بطاقة سداد عند التاجر يبيع له بالسعر نفسه لا يزيد عليه شيء. هل تعلمون لماذا الآن؟ هل عرفتم السبب؟ هل عرفتم العلة؟ هل علمتم الحكمة؟ السبب أن التاجر الذي يقبل بطاقة سداد هو يدفع له النقد الكاش. هذا يبين لك أن سداد هي هذا هو الأساس الذي قامت عليه، أنها
أنها تحول لك المبلغ اللي في حسابك ولا الصك المصدق تحوله لك إلى نقد، سواء استلمته أنت من الشباك ولا من سداد نفسه، وإلا استلمه دائنك التاجر، لأن التاجر يقبل منك هذه البطاقة بدون زيادة، على حين أنه يقبل بطاقة مصرف الوحدة ب 25%، لأن مصرف الوحدة لا يخلصه بالكاش، يخلصه بالصك، وبيعمل له في حسابه المبلغ وما يعطيش الكاش، لكن لأن سداد تعهدوا له بأن يعطوه النقد، فمعناه يعطوه النقد، ولذلك هو يعني يبيع لك بنفس السعر، نفس سعر البطاقة هو سعر الكاش. ليش هذا؟ لأن مصر يبين لك أن بطاقة سداد قائمة على الصرافة، قائمة على أنك تعطي الصك ويعطيك الكاش، ويعطيك الكاش لأنه يعطيك أنت ولا يعطي للدائن، هو سواء، هو حكم واحد، يعني سلمت لي أني ولا سلمت للدائن متاعي بأمري أني، فهو الأمر واحد. ليش يبيع لك بنفس السعر؟ لأنه داخل في ضمن العقد معه أنه يستلم بالنقد بالكاش ولا يستلم بالشيك، وهذا هو الذي ذكرناه في مسألة الصرافة في بطاقة سداد، وقلنا إنها لا تجوز لهذه العلة، لأنها قائمة على الصرافة المؤخرة واستبدال الصكوك بالنقد بالورق النقدي مع الزيادة، يعني لأنه يأخذ منك عمولات، وأيضا مع التأخير ليس فيها تقابض، والصرافة لابد فيها من هذين الشرطين. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. يعني ربما شيخنا بعض الإخوة ينوح على وفاة أحد المشايخ وأحد علماء ليبيا، وهو الشيخ عبد السلام الغويل رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين. فلو كلمة بهذا الخصوص شيخنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ عبد السلام الغويل من علماء ليبيا الذين يعني أفنوا أعمارهم في المساجد وتعليم الناس العلوم الشرعية والعلوم اللغوية، وكان رجلا حريصا وأودي في دينه وأودي في علمه وفي نفسه، ودخل السجون من أجل كلمة الحق ومن أجل إعلاء كلمة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته، ويعوضنا فيه خيرا، ويعوض أهله فيه خيرا، ويعوض طلابه فيه خيرا، ونعزي أنفسنا فيه، ونعزي أهله وطلاب العلم فيه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته. اللهم أمين، اللهم أمين، جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. طيب، أيضا أحد الأخوة أو الأخت تسأل عن، تقول أريد الاستفسار عن حكم شراء كروت الرصيد من المصرف، وهذه ربما نوجه للأخت أن توضح ماذا تريد من هذا السؤال، وما هو الإشكال في شراء كروت الرصيد من المصرف، ولو كان هناك اتصالات ربما نستأذن الشيخ أولا في أخذ اتصالات. أيضا شيخنا هناك أسئلة متبقية من الحلقة الماضية، يقول السائل هل الأفضل صيام 3 أيام في الشهر متفرقة أم صيام أيام البيض؟ أقول له اللي هو أهون عليك أعمله، اللي هو أهون عليك وأيسر لك أعمله، فلا حرج في ذلك، أن هذه فضائل ومستحبات، وكل وجه من الوجوه الذي ذكرته ورد الترغيب فيه، ورد الترغيب في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فلو صمتهم في الاثنين والخميس تحصلت على أجر صيام الاثنين والخميس، ولو صمتهم في الأيام البيض تحصلت على أجر صيام البيض، وأنت لا تستطيع أن تجمع كل شيء في وقت واحد، فافعل تارة هكذا وتارة هكذا، وافعل ما هو أيسر لك، فهذه فضائل اغتنبها
وعندما تقبل عليها وأنت مستريح النفس ومرتاح يعني يزداد حرصك عليها وثباتك عليها، ولا تكره نفسك عن شيء ربما تكون فيه عليك صعوبة وهو يعني غيره أيضا فيه الأجر وفيه الفضل، فلا حرج في أي الطريقين فعلت إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا. نستأذنك في أخذ اتصالات. معي الأخ عبد الرحمن من طرابلس. نعم عبد الرحمن. أهلا وسهلا الشيخ. مرحبا. أهلا وسهلا الأخبار. أهلا وسهلا بك. سؤالك عبد الرحمن. بداية نترحم على الشيخ عبد السلام الأول. نعم. وأسأل الله أن يحفظ الشيخ صادق وأن يطولنا في عمره. نعم. سؤالي، هل الصيرفة الإسلامية في بلادنا منضبطة بأحكام الشريعة؟ نعم. ولماذا تم إلغاء قانون منع الربا؟ طيب. بالله عليك. طيب. بارك الله حاضر. فيك. حاضر بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في سؤال آخر؟ اتصال آخر؟ نعم. في اتصال آخر؟ عبد الحق. نعم يا عبد الحق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ عبد الله؟ أهلا وسهلا بك. مرحبتين. كيف حالك سماحة الوالد شيخ صادق؟ أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا بك. اهلا وسهلا. مرحبا بك. تفضل عبد الحق سؤالك. يا ابو كل شيء انت رحمه للشيخ عبد الله. وفي ما سبق يا شيخ عبد الله سال سؤال، انت ما باش تقول الشيخ الصادق في مساله الولاء والبراء في العلاقات الدوليه؟ نعم، الولاء والبراء في العلاقات الدوليه. نعم، العلاقات الدوليه. بالله نبي نسمع الاستاذ اللي جاب من الشيخ الصادق. بالله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. محمد من طرابلس. نعم تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا بك محمد. تفضل يا محمد. الله يبارك فيك ويحفظكم ان شاء الله ويعاونكم. امين. انا بالله عندي سؤال لفضيله الشيخ. انا عندنا منزل للوالده الله يرحمها، كانت تاخذ فيه ايجاره، وبعثت لي وين طبعا منعوها من حكايه ذاتي ساكنه بالسمعاش تاخذ في الايجار حوالي سنين وعوام، وبعدها صار التعويض. حوالي التعويض هذا يا فضيله الشيخ يعني ممكن ما يكفيش حتى الايجار اللي اخذتها، فهل لينا الحق في المطالبه يعني حقنا في هذا ولا كيف؟ ولا اخذنا التعويض هذا يا خلاص، وبعدين التعويض نفسه هو غير مجزي والله اعلم. انا فضيله الشيخ يقول لنا على الموضوع. الله يبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله. طيب شيخنا. طيب ربما الأخ عبد الرحمن من طرابلس يسأل عن حكم الصيرفة الإسلامية في البلاد، وهل هي منضبطة بأحكام الشريعة؟ وأيضا يقول لماذا لم ينفذ قانون الربا وتم إيقافه، منع الربا؟ الصرافة الإسلامية دخلت في السبات كما دخل غيرها من آمال وطموحات الشعب الليبي في ثورتهم المجيدة. يعني الصرافة الإسلامية انتكست كما انتكس غيرها، انتكست يعني كل الأشياء اللي كان الناس يحلمون بها إلى لم نجد الآن ولا نجد منها شيئا. الخدمات يعني التعليمية، الخدمات الصحية، التعليم الآن يعني كل أحد يعرف ما يعانيه. يعني الطلاب في المدارس لا يجدون ماء يشربون وصالح للشرب، يجلسون الثلاثة في مقعد واحد، يعني دورات مياه يعني لا كثير من المدارس لا توجد فيها دورات مياه. ترتيب التعليم في السلم الدولي مع الدول الأخرى، ليبيا في آخر درج. يعني أمور يعني ناس قاموا من أجل أن يتحصلوا على تعليم ويتحسن أمره، قاموا من أجل الحصول على يعني عناية صحية. الميزانيات بالمليارات تصرف لوزارة الصحة ووزارة التعليم والوزارات السيادية الداخلية والدفاع، ولكن الأمور ترجع إلى الوراء. الصحة لو ذهب الإنسان إلى مستشفى الطب الآن العام اللي هو أكبر مستشفى في طرابلس يجده خواء، لا يجد فيه تصوير ولا تحليل ولا طبيب مختص يعطيه كلمة يعول عليها، ويعني مأساة لا تستطيع أن تتصورها. بل دب هذا الأمر إلى المصحات. المصحات هي أيضا
أصابها ما أصابها من أهلهما لا تأخذ المال، ولكنها لا تقوم بالعناية والرعاية المطلوبة. إن يأخذ إنسان مريضة ويذهب إلى، إذا دخلت إلى مصحة بعد الساعة 3 بعد الظهر لا تجد فيها طبيبا يسمن ولا يغني من جوع. بصفة عامة هذه معظمهم هذا حالهم، يعني تبقى في الفترة هذه إلى اليوم صباح اليوم التالي لا تجد إلا الشباب الصغير اللي هو في طور التدريب. فأنت والحظ مرات تمشي أمورك بها ومرات يبقى خطأ وتحمله وادفع المال ومريضك تخسره. يعني هناك قواعد وهناك أسس، بغض النظر عن كل إنسان مسلم ويخاف الله ويخشى عقابه وتضيع الأمانة هذا وأخذ المال بغير وجه حق ومغير تقديم خدمة صحيحة، بغض النظر عن هذا هناك قواعد لابد الناس في المصحات وفي غيرها لابد القاعدة. كان حتى عندما كان إهمال في المصحات يكون هناك طبيب واحد في غرفة يقول السينيور، هو يعني هو رئيس الأطباء، عندما يدخل مريض جديد يكون هو موجود يشخص الداء ويكتب الدواء وبعدين يمشي على حاله ويخلي الأطباء الصغار هؤلاء هم الذين ينفذون التعليمات. هذا لماذا لا يكون؟ لماذا لا يفرضه تفرضه المصحات من تلقاء نفسها خوفا من الله؟ وإلا لماذا لا تكون هناك وزارة صحة تفرض عليهم هذا الأمر وتعمل تفتيش؟ هذا في الكثير والغالب إلا من رحم ربك. لو ذهبت إلى الخدمات الأخرى في البنية التحتية، المواصلات، ليبيا البلد الوحيد اللي إلى حد الآن ليس فيها مواصلات عام، إلى حد الآن 40 عام فاتوا وما فيها شو، الآن ما زال إلى حد الآن 8 سنوات بعد الثورة ليست فيها مواصلات عامة، ليست فيها طرق. أين الطرق؟ لو كان ربي يرحمنا بالطريق الدائري هذه هو 15 كيلومتر من عهد الملك قاعدين نمشي على الحفر حتى في داخل مدينة طرابلس. لا خدمات في المواصلات، في الطرق، في الكهرباء، في الغاز، الماء الشرب، الماء المجاري، يعني ما المجاري اللي لا تدري لها مصر، يعني الأشياء انتكست انتكاسا كبيرا ورجع إلى الوراء والمليارات تصرف والدولة لا تلتفت. أين الناس كانوا يطمحون إلى تحسين حال المصارف؟ ليش قاموا هم في 2011؟ من أجل الإنسان يتحصل على حقوقه الكاملة، وزي ما في بلاد الله الأخرى يعني الإنسان أو لماذا يحتاج باش يصرف من حساب 100 دينار يأخذ منه 5 دينارات؟ أين يوجد هذا؟ هذا لا يوجد حتى لا في الكونغو ولا في أي مكان في الدنيا، موجود إلا في ليبيا فقط. فهذه كلها انتكاسات يعني حصلت لنا رد فعل من الثورة المضادة، وأتى لنا بها وأكملها مشروع الصخيرات وتعاون عليه المجتمع الدولي ليذل الشعب الليبي. هذه هي الحقيقة، رضي من رضي وكره من كره. فموضوع الصراف، نرجع إلى موضوع الصراف الإسلامية. الصراف الإسلامية أصابها ما أصاب هذه القطاعات كلها، ولا بد لي مدام ذكرت الصراف الإسلامية أن أعرج على تاريخها في ليبيا، أول مشروعها وأول كيف ما كانت هي. المشروع الصرافة الإسلامية أول ما بدأ يعني في 2008، 2008 كان مصر، كانت كلمة صرافة إسلامية في ذلك الوقت صرافة إسلامية جريمة لا تغتفر، لا يمكن الإنسان أن ينطق بها في إعلام ولا تظهر ولا يتكلم بها أحد في مصرف. ولذلك أول ما عمل مؤتمر لهذا الموضوع سموه مؤتمر الخدمات المالية، تجنب كلمة الصرافة ما في لأنه ما يستطيع أن يتكلم بها. ولابد لي هنا أن أذكر الشخص الذي لابد من الإشادة بجهوده، ومشروع الصرافة الإسلامية في ليبيا ولد على يديه، وهو الدكتور بشير خلاط، وفقه الله وأعطاه الصحة والعافية وبارك في جهوده. الدكتور بشير خلاط كان مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للمصرف الإسلامي للتنمية في جدة،
كان موفدا وأعطي منصب مدير هذا المعهد، وهو من القلائل الحقيقة، هكذا لابد أن نذكر هذا للتاريخ، هو من القلائل من الليبيين الذين مكنوا واتيح لهم أن يعملوا في منظمات دولية، واعتنى واهتم ببلده، فإن الكثير والغالب في من أعطيت وأتيحت له هذه الفرصة أنه لا يلتفت إلى بلده، بل يتنكر إليها، بل يعمل ضد المصلحة القومية لبلده. كثير منهم وجدناهم هكذا، لكن هذا الرجل بارك الله فيه ووفقه، قدم خدمة جليلة لبلاده، وكان حريصا كل الحرص على أن تأخذ ليبيا حقها من المصرف الإسلامي للتنمية، لأن المصرف الإسلامي للتنمية أسهمت فيه الدول الإسلامية، وأكبر دولة أسهمت فيه هي السعودية وتليها ليبيا في يعني الإسهام، ومع ذلك ليبيا لم تستفد منه بشيء على الإطلاق. فالرجل وفقه الله، عمل جهود كبيرة، وعمل تنسيق مع المصرف هناك الإسلامي، وتنسيق مع المسؤولين هنا في ليبيا، وكان الذي تعاون معه في هذا الأمر هو المعهد العالي للمهن الإدارية والمالية التابع لمصرف ليبيا المركزي، وعقد أول مؤتمر بجهود الدكتور بشير والمعهد العالي للإدارة في الأكاديمية بجنزور، أكاديمية الدراسات العليا، وكان هناك نشاط، وكان هناك حماس، وكان هناك زخم كبير من الشباب في ليبيا يتطلعون إلى الصرافة الإسلامية، لأنهم يرون الصرافة الإسلامية منتشرة في بلاد الخليج وفي مصر وفي السودان وفي الكويت من الثمانينات وقبل الثمانينات، مصرف الفيصل الإسلامي ومصرف كذا ومصرف كذا، ويرون الصرافة الإسلامية والتخلص من الربا في تلك البلاد، وبلادهم محرومة، ولا يستطيع واحد يتكلم يقول صرافة إسلامية في ليبيا، لأنه في ذلك الوقت كان القذافي يقول كل الربا اللي في المصرف هذا مش ربا، كله هو في رقبتي، ولذلك اللي يتكلم في موضوع الصرافة الإسلامية هو واقف ضد المقولات، ضد مقولة كله في رقبتي، وضد مقولة البيت لي ساكنة، وما إلى ذلك من الفساد المالي وإلى غير ذلك. فكان التنسيق بين الدكتور بشير والمعهد العالي للمهن الإدارية والمالية، وعقد أول ملتقى في 2008، واستطاع الدكتور بشير أن يأتي بنخبة مختصة، خيرة الناس الذين كانوا يشتغلون في ذلك الوقت على مستوى العالم العربي والإسلامي في موضوع الصرافة الإسلامية، فأتانا بكل الناس اللي هم خبراء في هذا الباب وشاركوا في هذا المؤتمر، أمثال يعني الدكتور عز الدين الخوجة وعبد الباري مشعل ويعني البلثاجي ويعني عبد الستار بوغدة ويعني كثير يعني والسويلم وغيرهم، أتوا جميعا أتوا كوكبة كبيرة يعني لها شهرة عظيمة في الصرافة الإسلامية، وحضرت هذه الملتقيات، وكان ممن يواظبون على حضور، أذكر هذا التاريخ، ويشدونها ويقفون معها كثير من الأساتذة الليبيين، وأذكرهم الدكتور جمعة الزريقي والدكتور سالم الحوتي وغيرهم كثير. وكانت هناك لجان تحضيرية نشطة وفعالة ومتحمسة للصرافة الإسلامية، وإن كانت لا تستطيع أن تتكلم باسم الصرافة الإسلامية، وهم أساتذة في الأكاديمية في جنزور، وأذكر منهم الدكتور مختار الجويلي والدكتور صالح اللي تولى وزارة المالية في الحكومة الماضية، وكانوا متحمسين ويتواصلون معي كثيرا، وكانوا نشيطين، وقد يعني استطاعوا أن ينجحوا
هذه اللقاءات وهذه المؤتمرات وتتمخض عن أشياء عملية فعلية. عقد مؤتمر في 2008 و 2009 والدكتور بشير بارك الله فيه مرة من المرات نظم لأن يكون هذا الملتقى في الجبل الأخضر بالبيضة، وذهبنا هناك وذهب الوفد كله إلى هناك. وأذكر من المفاجآت في ذلك الوقت أنهم كانوا حجزوا للوفود في فندق جديد 5 نجوم قائم على هضبة الجبل الأخضر في البيضاء، ويريدون أن يفتتحوا في تلك الفترة فترة ذهاب المؤتمر. وعندما ذهبنا إلى المؤتمر وجدنا هذا الفندق اللي هو 5 نجوم أثرا بعد عين، لا وجود له على الإطلاق، حتى حجرة واحدة من يعني ركامه غير موجودة، أزالوه إزالة كاملة في أيام قليلة. قالوا لأن بعض أولاد القذافي أتى هناك ورأى أن هذا لا يناسب الناحية الأمنية فأزالوه من الوجود، وأنزلوا الوفود في معهد البعوث اللي كان يعني في عهد الملك تابع لجامعة محمد علي السدوسي، وعملوه فندقا متواضعا، وأقيمت المؤتمر أقيم فيه لمدة 3 أيام وكان مؤتمرا ناجحا. وكان الدكتور بشير بارك الله فيه مثالا كما رأيته، مثالا للأمانة ومثالا للحرص ومثالا للنزاهة. وتمخرت هذه المؤتمرات على أن أقنعوا مصرف الجمهورية، وكان أكبر المصارف اللي اهتمت بهذه المسألة، بحيث افتح قسم، افتح في الأول النافذة ثم افتح قسم للصرافة الإسلامية، وكان يرأس هذا القسم السيد جمال عجاج، وكان نشيطا ومتحمسا وأنا تواصل معه كثيرا. وكانت اللجنة الشرعية في ذلك الوقت كان معي فيها الدكتور محمود سلام الغرياني والدكتور أسامة الصلابي، وقدمنا لهم مقترحات ومنتجات كثيرة وعقود، وأكثر من 30 عقد لمنتجات جديدة بديلة عن المعاملات الربوية. ووجدنا في مسؤولين في مصرف المركزي في ذلك الوقت تعاونا منهم، وإن كان تعاون محدودا لأنهم كانوا يخشون على أنفسهم وعلى مناصبهم ويشتغلون من وراء الحجاب، ويعني كانت اجتماعات كثيرة يعني بعضها فوق بعض، والنتائج وإن كانت قليلة لكن كانوا هم يتجاوبون ويحضروا الاجتماعات من مدير المصارف والدكتور بسنينة في مصرف المركزي وجماعة كثيرون. فكان هناك يعني اعتناء، وكان هناك تحشيد للصرافة الإسلامية، وبدأت وضعت قدميها على الطريق. ولما جاء المؤتمر الوطني العام في ذلك الوقت بعد ذلك سن القانون ليؤلغ فيه الفوائد وحرم فيه الربا، وسن فيه قوانين كثيرة صالحة ومفيدة لمصلحة الوطن ومصلحة الشريعة الإسلامية، ولكن للأسف كلها أخنى عليها الذي أخنى على الربا. يعني الآن رأينا وزارة التعليم كيف ذكرت وكيف تكلمت الأسابيع الماضية وقالت هذه القوانين اللي صدرت من المؤتمر الوطني العام هي مجرد ورقة. والله عجب كل العجب، يعني القوانين اللي صدرت على القذافي هي التي هي أوسمة ذهبية على صدورنا، القوانين اللي فيها زي ما قلنا عبث، مجرد عبث، أن إنسان ينوض الصبح يخطل له شيء يزيل عمارة، يزيل فندق من 5 نجوم، يزيل معلم من معالم طرابلس اللي من مئات السنين وماثل فيها. الناس قاموا في الصبح لقوا جامع سيدي حمودة والعمارات اللي في جنبها كلهم والأوقاف وغيرها كلها يعني استاك قطران ما يقول شيء. نهض الصبح لقوا وزارة الخارجية اللي في شارع 9 أغسطس وسمى القذافي شارع المقريف محمد القريف، يعني بعد أن قتله وتآمر على قتله قال يلا كرموا وعمل له شارع سموه شارع الشهيد محمد القريب. ناضوا الصبح ما لقوا شيء، الوزارة الخارجية كانت معلم معلم طرابلس وجدوها أثرا بعد عين. يعني هذا هؤلاء الناس الذين يعملون هذه الأفاعيل ويفعلون هذه الأفاعيل ويسنون القوانين على هواهم وعلى مزاجهم
هذه القوية التي تصلح والتي نعمل بها، والقوية اللي أصدرها مؤتمر الوطني العام اللي هي فيه يتعلق بديننا، مش يتعلق بلهو، ولا لو كان والله يتعلق بلهو ولا بفجور ولا بقمار ولا بخمر ولا كذا لكنا أول من يشتمهم عليه. لكن والله هذه قوية صالحة لأولادكم يعني أحفادكم يا وزارة التعليم، والله إنها لمصلحة، اتقوا الله في أولادكم وفي أحفادكم، حتى لو لم يكن هناك قانون تعتمدون عليه لكان الأولى والأجدر بكم أن تسنوا قانون يحمي التعليم الديني ويحمي أولادكم. يعني ما هو الضرر عليكم في هذا؟ يعني ما هل أصلحتم كل شيء وما وجدتم الفساد إلا في التعليم الديني ومعاداة الشريعة؟ اتقوا الله في هذا. والله إنا لا نسكت عن هذا، ولو يعني أخذوا رقابنا لا يمكن أن نسكت على هذا ولا أن نجامل فيه أحد. هذه مضرة واضحة، هذه مضرة باينة للعيان، لا يصلح فيها اجتهاد. الاجتهادات كلها اجتهادات ملفقة واجتهادات مفتعلة واجتهادات هي ما يريده منا الأجنبي، هذا ما يريده الغرب، هذا ما تريده الدول الأوروبية. هم يملون علينا الآن ما ندرسه وما نقرره وما نقننه في قوانيننا. ليس هذا خاص بليبيا، هذا الآن خاص نراه في كل الدول العربية والدول الإسلامية، يعشون أنوفهم في كل شيء خصائص. هم كم هم يعني حارتين، هم التعليم الديني في ليبيا كلها ما يزيد على 1000 طالب ولا حاجة. يعني حتى هذا العدد القليل لا يرضيكم، اتقوا الله فينا. والله إنكم سترون عقابه وسترون حسابه كما رأه من قبلكم. عمل القذافي هذه الأعمال قبلنا ولم يترك شيء، لا تلاعب بالتعليم الديني كما يشاء. يعني أحيانا سمي هذه كلية اجتماعية، كلية دراسات إسلامية، كلية أداب، كل يوم يسميها باسم، فيش عبث بعد هذا العبث. هذا الذي نعيشه الآن، يعني التعليم الديني الآن لا تقبلوه، لأن في الأول لأنه يحتاج إلى إصلاح، لأنه يحتاج إلى تقويم، لأن ما فيش مناهج معتمدة، لأن ما فيش أعضاء التدريس. لما أقيمت عليهم الحجر وقالوا أعضاء التدريس موجودون ومؤهلون، وقالوا لهم لما يعني المناهج معتمدة وأنتم اللي طابعينها، وقالوا لهم لما هذا يعني كذا، قالوا لا هذا ما فيش قانون، قالوا المؤتمر الوطني هذا لا يسوي شيء وهو ورقة. هل هذا بالله عليكم يقول هذا كلام إنسان يعني حريص على بلدي وحريص على وطني وحريص على أولادي؟ ألا تريد الناس حتى يصلوا ولا يصححون صلاتهم؟ يعني ما لا تريدنا شيء؟ ما الذي بقي لنا من ديننا؟ ما الذي بقي لنا من شريعتنا؟ حتى هذه القلة القليلة الطلبة الذين يمكن يدفنون موتاكم ويعلمونكم صلواتكم ويعرفونكم زكواتكم ويصححون لكم أنكحتكم ويحرصون على صحة عقودكم، هل حتى هذا العدل القليل لا تريدونه؟ تريدون قاعا صفصفا؟ تريدون قاعا صفصفا؟ اتقوا الله فينا يا عباد الله. والله إن بعد هذا اليوم ليوم آخر شديد، وما في حد بينجو منه، وإحنا رأينا عاقبة الظالمين وعاقبة الذين يعني فعلوا مثل هذه الأفاعيل وعادوا الدين وعملوا هذه الأعمال، رأينا عواقبهم. لماذا لا نضطهد؟ لماذا لا نضطهد؟ أقول الصرافة الإسلامية الآن هي دخلت السبات وجنى عليها ما جنى على غيرها من أهداف الثورة ومن أهداف الحرية ومن أهداف كرامة البشر واحترام البشر وكرامتهم. هذه كلها الآن لم يبقى لنا منها شيء، والصرافة الإسلامية هي كذلك الآن، وما بقي منها إلا مجرد لجان هكذا مشكلة شاخصة لا عمل لها ولا تستطيع أن تفعل شيئا، لا تمكن من شيء، لا يمكنونها، ليست هناك عقود تنفذ على الإطلاق وليس هناك رقابة عليها. فما يفعلونه إذا كان ما زال يفعل في موضوع يعني العقود ولا المرابحة ولا شيء من هذا، كان ما زال يفعلونه لا أدري هل هو ما زال قائم أو لا. حتى ما يفعلونه ليست عليه رقابة ولا تدقيق داخلي ولا تدقيق خارجي من الرقابة الشرعية، والرقابة الشرعية حبر على ورق ولا وجود لها في الحقيقة وللأسف. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم على هذا التوضيح. السائل في على صفحة أيضا القناة محمود الزوبية يسأل عن هو صاحب مصنع
ويقول عنده مواد خام ومواد تشغيل وبضاعة جاهزة. هل هذه هل يجب على كل ذلك الجرد أن يجرد هذه الأشياء ويخرج عليها الزكاة؟ نعم هكذا صاحب المصنع اللي هو يصنع في أشياء ويبيع فيها لما يأتي رأس الحول عليه أن يجرد كل شيء عنده المواد المصنعة والمواد الخام والمواد المصنعة إذا كان قبض مالها يزكي المال ولأنه بيجمع في رأس العام المال اللي موجود في حسابه والسيولة اللي في خزنته والمواد الخام اللي بيصنعها والأبواب والأشياء والأشياء المصنوعة إذا كانوا ما قبضش ثمنها وإذا قبض ثمنها يزكي ثمنها فقط ويجمع هذه الأشياء كلها ويطلع عليها 2.5% زكاة الواجبة فيها ولا يجب عليه أن يزكي على الآلات آلات المصنع ولا على السيارات اللي تنقل له في البضاعة ولا في المبنى اللي هو ابناه ولا الأشياء الثابتة المنتجة هذه لا زكاة فيها وإنما الزكاة على الشيء المنتج والذي سيصنع والمال الموجود عند المتولد عنده من هذه التجارة ومن غيرها عليه أن يجمعه جميعا ويطلع زكاته. جزاكم الله خيرا. أيضا شيخنا له بضاعة كاسدة أو بعض الأوراق والأشياء التي تتعلق بمكونات المصنع وهي لا تساوي شيء يعني في السوق ربما إذا باعها تعتبر لا تباع كسلعة إنما تباع ككراتين وما شابه، هل هذه عليها زكاة؟ تباع إيش ك؟ مثل الكراتين الورق يباع بالكيلو لا يباع كأنه منتج. أي لكنه إذا كان داخل ضمن بضاعته فعليه أن يقومه لأن هذا من ضمن البضاعة اللي يسوق بها. فإذا كان عنده كراتين ولا عنده أكياس وإلا عنده أشياء يملكها هذه كلها مال وهي داخلة ضمن التجارة ضمن البضاعة لأنك أنت لا تستطيع أن تسوق هذه السلعة إلا في كرتونة لا تستطيع أن تسوقها إلا في كيس فهذه الأكياس وهذه الكراتين كلها داخلة ضمن السلع يجب أن يقومها اللي يخرج من التقويم قلنا هو الأشياء الثابتة الغير مستهلكة مثل السيارة والآلة وما إلى ذلك والمكتب إلى آخره. جزاكم الله خير. من الحلقة الماضية يسأل أبو علي عن يقول هناك مساجد تعاني من قلة النظافة وربما يشتكي الناس منها يعني من مسؤول في ذلك؟ أولا لابد أن نفهم أن المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال هي أماكن لذكر الله ولعبادته وينبغي أن تكون نظيفة طاهرة مبجلة محترمة فإن تنظيفها واحترامها هو من تعظيم شعائر الله وتعظيم بيوت الله. أقول للناس والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث كثيرة يأمر بتنظيف المساجد ويأمر بتجميرها وتطيبها وكانوا ناس مختصون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتجمير ومنهم عبد الله بن المجمر لقب التجمير وكان يجمر المسجد. فهذه المساجد ينبغي لأنها بيوت الله ينبغي أن تحترم وتنظف وتطيب ولا يجوز إهمالها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد يعني تقوم بكنس المسجد تكنسه وتنظفه فافتقدها فسأل عنها فقالوا له ماتت فقال ألا آذنتموني ليش ما قلت ليش ماتت باش نحضرها. فكأنهم استصغروها قالوا ما فيش لزوم أن نكلفوك أنت بالليل ماتت وكذا فكأنهم استصغروها. فقال دلوني على قبرها فدلوه فمشى على قبرها وصلى عليه صلى عليها وقال إن هذه القبور يعني ظلمة على أهلها إن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليهم.
فخصها صلى الله عليه وسلم بالذهاب إليه والصلاة عليها لفضلها لما كانت تقوم به من هذا العمل العظيم اللي هو تنظيف بيوت الله سبحانه وتعالى. وأقول للمسؤولين في إدارة المساجد في الأوقاف، لو أنكم كلفتم بتنظيف قصر ملك من الملوك، قالوا لكم أنتم لابد تحافظوا عليه وتنظفوا الطريق لقدامه وتنحوا الكناسة وتزوجوا وتردوا باكم من دورة المياه، هل كنتم يعني تغفلون رمشة عين عن هذا وتتركونه زي ما قال السائل لبعض العمال الأفارقة الذي يأتي يوم في الأسبوع فقط وباقي الأيام المسجد واحل في القذارة وفي الأوساخ وفي النجاسات؟ هل لو أنتم كلفتم بتنظيف وحراسة قصر من قصور ملوك الدنيا، هل كنتم تستطيعون أن يعني تتهاونوا فيه كما يتهاونون اليوم في مراقبة المساجد؟ إلا إذا كنتم عاجزين وقلتوا إحنا هذه مساجد يتكلموا عليها الناس، هذه راهي خارجة عن سيطرتنا وما عندناش قدرة عليها، وعليكم في هذه الحالة أن تعلنوا هذا للناس ليعلموا أنكم مغلوبون. ومن هو الذي غلبكم؟ هل هو السلطات الحكومية الموجودة التي منعتكم، ولا هناك شرادم أخرى من الناس يعني يتظاهرون بالحرص على المساجد وهم يتركون لهذه القذارة؟ المسؤولية لا تخرج عن إدارة المساجد، إدارة المساجد هي المسؤولة، لابد من تنظف المساجد تنظيفا كاملا وتتركها مثل أقل ما فيه مثل بيتها. مدير المسجد مساجد لابد أقل ما فيه أن يترك المسجد مثل بيته، لا يتركه في الوحل. وإذا لم يستطع ولم يقضي فيبين السبب، يقول والله أنتم تعرضتونا كذا وإحنا ما والله ما نحب أن نتعرض لأحد، لكن ما دام الأمر وصل إلى هذا الحد الناس يشكون من هذه الأوساخ في المساجد، فكيف بالله عليكم تسكتون على هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب البقاع إلى الله وعن خير البقاع في الأرض، فقال أحب البقاع إلى الله المساجد وخير البقاع المساجد، وأبغض الأماكن وشر الأماكن أبغض الأماكن الله وشر البقاع هي الأسواق. فالمساجد هي رأس الأمر كله، هي رأس الأمر كله، فعليكم أن تحرصوا حفاظا على أنفسكم وحفاظا على دينكم وعلى أماناتكم وحفاظا على المساجد التي يرتفع شأنكم بارتفاع شأنها. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. الأخ خالد من طرابلس يسأل عن كيفية الوقوف في الصلاة أثناء الصلاة، يقول البعض ربما يوسع بين قدميه وكذلك عند السجود يوسع بين يديه ومرفقيه، فكيف ما هي السنة في الوقوف وأثناء السجود؟ السنة هي الاعتدال، هذه السنة اعتدل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ديما عندما يوقف في الصلاة يوصيهم بهذه الوصاية، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن الناس سيفرطون فيها ويتهاون فيها ويهملونها، فكان دائما يقول في كل صلاة، مع أنه يفترض أنه ليس بحاجة أن يوصي بهذا في كل صلاة، إذا وصى بها في اليوم مرة يكفي، وإذا وصى بها في الشهر مرة يكفي، لكن مع ذلك كل ما يوقف للصلاة يقول استووا واعتدلوا، استووا واعتدلوا. الاعتدال هذا معناه الاعتدال، أنك تقف وقفة الإنسان المعتدل، عندما تقف تكون رجلاك في اتجاه بدنك، اتجاه أكتافك، غير مفرطح ولا مفرسخ. الفرطحة والفرسخة منهي عنها، وما ورد فيها حديث أبدا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسعوا أقدامكم، ما قال هذا، قال اعتدلوا. وعبد الله بن عمر وابن مسعود نهوا عن الفرسخة في الوقوف في الصلاة، ولأن من ذلك الوقت ربما كان بعضهم يفتح رجليه، فنهاهم الصحابة عن ذلك. فالاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف الإنسان الوقفة المعتدلة ليكون فيها تكون فيها قدماه في اتجاه وفي سمت بدنه الآخر، في سمت كتفيه. وبذلك يقول لي بعضهم يقول لي قال يعني ألصق الأقدام، وكان الأقدام يلصق بعضنا يلصق بعضه إلى قدم الآخر إلى آخره.
أقول له إذا وقفت هذا الموقف المعتدل وفعلت ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم من التراص واستواء الصف، ليس هناك واحد مقدم ولا واحد مؤخر، لا يتقدم أحد ولا يتأخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم كوارد في الصحيح يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح. شوف يعني من التشبيه المقلوب هذا، كأن الصفوف هي المسطرة اللي يمكن تتسوي عليها السهم اللي تريد أن يكون مستقيما. إذا أردت أن تسوي يعني تبري سهم وعود يكون مستقيم ولم تجد مسطرة يعني تقيس بها بحيث لا يكون فيه أي ميول ولا اعوجاج، فعليك أن تسويه على أكتاف المصلين الذين يقفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يسوي بها القداح. فهذا هو وقفة الناس، فإذا وقفوا هذه الوقفة المعتدلة وأقدامهم في اتجاه أبدانهم وتلاصقت أكتافهم وأجسادهم وتراصوا تراصوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقدامهم ستتقارب ولا يكون هناك بينها فجوة ولا يكون هناك فرجة للشيطان. أما إذا وسعت الأقدام فإن الأجساد ستتباعد والأكتاف ستتباعد وتكون هناك فرجة وفرصة للشيطان يدخل بين المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فالاعتدال في الجلوس والاعتدال في السجود والاعتدال في الوقوف هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح والإنسان مأمور بأن يجنح في سجوده عندما تصلي وحدك، أما إذا بالغت في التجنيح وأنت ساجد فإنك ستؤذي وسيكون مرفقك في عين صاحبك. هل الإسلام يقول بهذا؟ هل يقول الإنسان بأنك تنخص صاحبك وتؤذيه بقدمك ولا بظفرك ولا بمرفقك؟ هذا ليس أبدا، ليس له أصل في الشرع ولا في السنة، وإنما أحدثه المبتدعون الذين يدعون أنهم يظهرون السنة ويدعون السلفية، والسلفية منهم براء، كانوا يؤذون الناس ويفحجون أقدامهم ويعفس واحد على صبع صاحبه، مرة يكون صاحبه عند السكر وصبع مضروب يزيد هم على هم ويبقى أحيانا حتى يترك الصف ويترك. هذا من تطبيق السنة الخطأ، من تطبيق السنن في غير موضعها وعلى غير وجه الشرع الذي أمر به الله. يأخذون بظواهر بعض النصوص ويغفلون عن بعض الآخر فلا يلتفتون إليه، وبذلك تتضارب عليهم السنن وتتناقض عليهم الأحكام ويخرجون عن تطبيق شرع الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، نشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلتم به، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاهدون إعادة هذه الحلقة يوم غد في تمام الساعة 5:05 فجرا، ويعاد عند 12:05 ظهرا. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا